مرحبا بكم. المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 عاما يتألق بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعته أمس بنظيره الجزائري على أرضية ملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة بالجزائر، نتيجة ضمن بها مقعدا في المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا ومعها بطاقة تأهل لكأس العالم. نعود إلى أطوار المباراة مع أنس فوبر. ملعب الشهيد الحملاوي بمدينة قسنطينة كان مسرحا لقمة مغاربية، قمة استهلت بهذه الصورة التي تسيدت مشهد ديربي الجيران وخطفت الأنظار. هي مباراة بعنوان البحث عن بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي ومعها بطاقة التأهل إلى العرس المونديالي. فتيان المغرب امتصوا ضغط صاحب الضيافة المدعوم بأزيد من 30 ألف متفرج، لكن هذا الضغط لم يؤثر على عزيمة كتيبة سعيد شيبة التي نجحت في تغيير عداد النتيجة بهدف حمل توقيع زكريا وزان قبل انقضاء نصف ساعة من اللعب. الحمد لله تأهلنا لكأس العالم اللي الحلم ديالنا هو اللي نتأهلوا ليه، ودابا التركيز ديالنا دابا على 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 لاكوب إن شاء الله تاهي ندخلوها للمغرب، علاش لا؟ الله كنتمناو نزيدوا نفرحوهم ونجيبوا اللقب للمغرب. الحمد لله حنا تعذبنا بزاف وشحال من حاجة صبرنا، شحال من حاجة احنا عامين دابا وحنا كنبريباريو ولاش كوب دافريك باش ندوزو كوب ديمون. الحمد لله خدمنا صبرنا تعذبنا، الحمد لله ربي دار لي فيها الخير. لاعب اياكس امستردام الهولندي والذي اختير رجل المباراة سيعود مع مطلع الجولة الثانية ليضاعف الغلة في الدقيقة 56 بعد تمريرة محكمة وضعته منفردا مع حارس محاربي الصحراء. المنتخب الاول ديالك تحقق انجاز كبير، فهو عامل محفز، يعني هي القاطره التي تجر يعني كره القدم المغربيه. حنا تحت 17 سنه ما مطالبينش بالنتائج، ولكن جات النتائج وهذا طونيو، ولكن حنا تنحضروا المنتخبات الاكبر، منتخب 20 سنه ومنتخب 23 سنه، ونحاولوا نغذيو ما امكن يعني المنتخب الاول في المستقبل ان شاء الله. وفي الأنفاس الأخيرة من المباراة قضى أدم شاكر على أحلام أصحاب الأرض في العودة في المباراة بهدف ثالث أنهى كل شيء. ثلاثية مستحقة عبر بها رفاق طه بن غزيل إلى مربع الكبار، حاسمين بذلك التأهل إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخ الكرة المغربية.